فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من طلبة العلم يقول بجواز سفر المرأة وحدها في زماننا هذا بدون محرم، ويستدل بأن السفر ليس فيه مبيت يوم وليلة كما في الحديث، وهناك رفقة آمنة، يقول كيف يجاب عن هذا؟ يقول ما يشاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأنت قل ما تريد. احنا نقول الرسول يقول كذا، ناخذ بقول الرسول ولا ناخذ بقولك؟ على الإنسان يتقي الله ولا يفتي بمثل هذه الفتاوى، وكلام الرسول عام في جميع الأزمان، في زمن البعير وزمن الطائرة وزمن اللي ما أدري الصاروخ، وزمن كلام الرسول عام مصالح لكل زمان ومكان، لا نلغيه ونقول حصل كذا وحصل كذا. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.